زي ما بنتكلم على الأسماء طول الوقت المهمة والعظيمة، زي ما دايما هنفضل متذكرين من يحب أن يسميها ملكة الأناقة، من يحب أن يسميها بأنها العنصر الجميل الجذاب الرائع في أي عمل بتشارك فيه دراميا أو تلفزيونيا، مدام رجاء الجداوي الله يرحمها. 3 سنين عدت على مدام رجاء الجداوي الله يرحمها، شخصية كانت شديدة اللطف خفيفة الظل لأبعد الحدود، وأنا كان حظي جيد جدا أنا قابلتها يعني بدل المرة 10 مرات. حتى لما كانت تزعل ما كانتش تزعل حد في كلامها والله، يعني كان في موقف ما وكانت زعلانة جدا جدا وخرجت لها وقتها من مكتبي، كانت زعلانة مني أنا، خرجت لها من مكتبي علشان اعتذر لها عن خطأ ما جرى ومش عارف ايه وحاجات زي كده، لقيتها وهي متضايقه ومش مبسوطه وزعلانه والمفترض انها غاضبه مبتسمه وهي تلقي كلمات اللوم بمنتهى الرقي والادب واللطف. ودي مدام رجاء الجداوي، انا كان عندي مثلا 30 سنه وقتها، 31 سنه، خبر اسمه رجاء الجداوي وانا بتتعامل معايا معامله يعني كاني ما. 3 سنين عدوا عليها الله يرحمها يا رب، وتظل دائما موجوده في الذهن وفي العقل وفي القلب. وزي ما كنت بقول لكم، هو مين من اكتر 300 مليون عربي ما بيحبهاش؟ الكل كان يحب مدام رجاء جدا. واقدر اقعد احكي لك على تاريخ مدام رجاء، بس احنا حافظين تاريخ مدام رجاء الجداوي، حافظين ده. لكن المهم عندي دايما كان الجانب الإنساني عند البني آدم، قدرته على التأثير. مدام رجاء الجداوي بلبقتها وشياكتها ورقيها وكياستها علمت ناس كتير جدا إزاي تتكلم وإزاي تغضب بهدوء. شوف بقى كلمة تغضب بهدوء، تغضب برقي. معانا على التليفون مدام أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. أهلا وسهلا يا فندم. إيه المقدمة الجميلة دي؟ ما تقوليش كده والله، خالص خالص. مش عارفة أشكرك إزاي. لا إزاي إزاي إزاي، ما تقوليش كده، الله يرحمها. ده احنا يعني أنا سعيدة بالكلام اللي سمعته بجد، حسيت إنه من قلبك قوي، فأنا مقدرة جدا، بشكرك وبشكر إن أنتوا أتحتوا الفرصة إني أكون معاكم ونذكرها كلنا مع بعض. ده احنا اللي نشكرك على المداخلة، وأنا عارف إنه كل القنوات في مصر وغير مصر هتلاقيها ماسكة التليفون كله عمال بيزن علشان يعني نسمع صوتك ونتكلم شوية، فأشكرك إنك اديت لنا الوقت ده. لا إزاي، ده شرف ليا إن أنا معاك على الهواء وجمهورها وكل الناس. ميرسي لذوقك جدا، ربنا يخليك. وانا اصلا احبها قد عينيا بصراحه، يعني ايه حبيبي، ربنا يخليك. يعني الموقف اللي انا كنت بحكيه ده، كنا في الراديو عندنا في نجوم اف ام، وكانت زعلانه، حصل لخبطه وسوء تفاهم، كنت انا مدير المكان وخرجت لها قلت لها انا هقول لحضرتك حاجه، فضلت تبص لي ومبتسمه قالت لي اتفضل قول، قلت لها اصل كذا 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 كذا، فقالت لي قلت لها ايه، قالت لي بلعتها انا كده يعني، قلت لها، قالت لي بص هو انت اونطجي بالظبط كده، قلت لها بس انا حاسه ان مامي بتتكلم، هي دي رجاء جدا والله. كان دي اول مره اقابلها فيس تو فيس فحبيتها جدا. وبعدين كان ليا حظ ان هي لما كانت موجوده معانا زمان في اون تي في، ان انا بقى اشوفها كل اسبوع، فاروح داخل الاستوديو عليها هي واستاذ عمرو اديب، واروح مسلم عليها واقعد اشاكس فيها حبة. بقى اعترافات، هي بقى كانت بتجيب برنامجك وتقعد لو النبي تقولي بحبه لذيذ، يا رب يرحمها يا رب ويخليكي يا رب. فهي بقى كانت بتشوفك على طول، انت شفتها كم مره، هي بقى كانت بتشوفك على طول وبتتابع برنامجك. كان شرف ليا، ربنا يخليك يا يوسف. طب والنبي انا نفسي فعلا والله كنت اتكلم على النقطه دي، حتى في غضبها هادية وأمورة ورقية وحاجة عظيمة جدا. لأن كانت بتخاف من الكلمات، كانت بتخاف وقت الغضب تطلع كلمات تتحسب عليها، حتى بيننا وبين بعض، يعني مش بس في شغلها او في المجتمع، لا، هي حتى بيننا وبينها كانت بتخاف جدا جدا على الاحاسيس اللي قدامها، الملافظ، مهما كان ايا كان الانسان اللي قدامها، هي دايما مؤدبه، هي لا تتغير. عارفه برضو
دايما كان يشغل بالي بصراحه انها عندها سبحان الله العظيم، هي هبه من عند ربنا. مش كل فنان وممثل ناجح ونجم ينفع يقعد قدام كاميرا برنامج، ومش كل مذيع شطور يعرف يمثل. مدام رجاء كانت كله، بص، كانت مرعوبه من التجربه، ولكن كانت تجربه ناجحه بكل المقاييس، وفضلت ناجحه على مدار 20 سنه. فكانت يعني بكل مقاييسها ناجحه، ولكن هي كانت دايما بتقول لك انا كنت ضيفه في كل البيوت المصريه طول عمري بالمسلسلات، فدخولي البيت قريب ليهم. بتقولي التلفزيون اصعب بكثير من الـ من الـ من السينما. السينما انت بتلبسي وتقطعي تذكره وتنزلي تروحي لها، لكن انا بخبط وادخل البيت. فهي كانت واخده على ده، واخده على جمهورها، بلس ان هي في الحقيقه كانت بتحب جمهورها قوي 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 قوي، لدرجه ان وانس ان هي كانت في الشارع هي ملكهم، هي اللي عايز يبصها، اللي عايز يحضنها، اللي الاطفال، اللي عايز اوتوجراف، اللي عايز زمان، اللي عايز بعد كده نصيحه، اللي عايز برايفت يقول لها حاجه، بعد كده في عصر الموبايل اللي عايز يتصور معاها كانت تقول له تعالى انت مكسوف ليه تعالى، هي اللي تندهم، هي اللي تاخدهم. فالبرنامج كان قريب لقلبها لان هي قريبه للجمهور. الله. ولانها برضو الكلمه ما بتخرجش سريعه، هي دايما بتفكر في الكلام قبل ما يخرج، فالهوى بالنسبه لها ما كانش مرعب في الاول، رهبه الهوى، لكن بعد كده لا، يعني ده فلتر اللسان بتاع رجاء الجداوي الطبيعي. الله يرحمها يا رب، الله يرحمها يا رب، الله يرحمها. تعيشي وتفتكري وكلنا نفضل فاكرين. انا نعيش ونفتكر كلنا مع بعض والله. لان بجد انا سعيده النهارده ان كلكم كده بتحيوا ذكراها، فأنا في قمة سعادتي بصراحة. صدقيني ما نقدرش، لأنه دي حاجة جوانا، يعني جوه كل الناس، كل المصريين، كل العرب، فكلنا بنحبها، وبالتالي كلنا هنفضل فاكرين وكلنا هنفضل ندوشك على التليفون. يا ريت يا ريت، ده بيسعدني. أي كلام على مامي بيسعدني، أي مقالة صغيرة بتتكتب، أي سطر اسمها، بسترجع كل الذكريات كل لحظة. يعني زي ما بقول لهم أنا مش أعيش وأفتكر، لا، أنا عايشة أفتكر. احنا كلنا أنا فعلا عايشة أفتكرها. بس والله سيرة أكتر من جميلة وأكتر من رائعة. الحمد لله. حقيقة. الله يرحمها ويديمها نعمة عليا وعلى آمين. بنتي وعلى كل من لي صلة برجاء الجداوي. آمين يا رب. آمين آمين آمين. متشكرة يا يوسف. ده احنا اللي شكرا جدا. ده احنا اللي شكرا، ربنا يخليكي. ألف 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 شكر ليكي. كل الشكر ليكي يا أميرة، ألف شكر، كل الشكر لمدام أميرة مختار، ابنة الفنانة، لا مش الراحلة، الباقية معانا دوما، رجاء الجداوي.